لكل المزارعين، وهو ان البنك الزراعي المصري اعلن عن اطلاق قرض شخصي للمساهمه في تغطيه مصروفات التعليم لابناء المزارعين بتمويل بيصل الى 10,000 جنيه، وذلك تحت شعار علمهم واحنا في ظهرك، وبيهدف القرض لمساعدتهم في تحمل تكاليف مصروفات المدارس والجامعات لابنائهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح وبدء العام الدراسي الجديد. وبيتيح القرض مصروفات التعليم وتمويل المصروفات الدراسية ومستلزمات الدراسة لطلاب المدارس والجامعات من أبناء المزارعين الحائزين للأراضي الزراعية، وبيتم احتساب القرض بواقع 2000 جنيه عن كل فدان من خلال بطاقة الحيازة الخاصة بالمزارع، وذلك بحد أدنى 2000 جنيه وحد أقصى 10,000 جنيه، وبتم تبلغ مدة التمويل حوالي 12 شهر، وبيتيح البنك للعميل مرونة في دورية السداد حسب اختيار العميل، بحيث يمكن سداد القرض على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية، وده للتيسير على المزارعين، بالإضافة إلى منح العميل وثيقة تأمين حياة مجانية خلال فترة القرض. ومن ناحية أخرى، أعلن علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أنه سيتم إطلاق القرض من خلال جميع فروع البنك بالمحافظات في مختلف أنحاء الجمهورية، وده علشان يستفيد جميع المزارعين من التمويل الجديد، وكمان في إطار حرص البنك على دعم ومساندة جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المزارعين وتحقيق التنمية في الريف المصري، وكمان تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وده تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. كما أعلن البنك عن تقديم باقة مميزة من الخدمات المصرفية والمزايا الإضافية لجميع عملائه الحاليين والجدد في إطار مبادرة الشمول المالي للفلاح خلال الفترة من 1 ل 15 سبتمبر الحالي برعاية البنك المركزي المصري، وهذا بيعد تأكيدا على دعم تقدير البنك المستمر للفلاح المصري، والذي بدوره بيسهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة ويشكل قاطرة نمو للاقتصاد الوطني. وتشمل هذه الباقة فتح الحسابات المصرفية مجانا بدون مصاريف أو حد أدنى لفتح الحساب، وإصدار بطاقات ميزة الخصم المباشر مجانا، وإصدار بطاقات ميزة مسبقة الدفع مجانا، بالإضافة إلى فتح الحسابات المصرفية للشباب من سن 16 سنة مجانا ودون حد أدنى لفتح الحساب.